السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: إصابة سفينة أسلحة أمريكية بالمحيط الهندي بهجوم يمني. وإلى التفاصيل. أكدت شركة ميرسك الديماركية اليوم الثلاثاء إصابة أحد سفنها العاملة مع الجيش الأمريكي بهجوم يمني جديد في المحيط الهندي. وأفادت الشركة على لسان متحدثها بأن السفينة ميرسك سانتوس أبلغت عن إصابتها بجسم طائر، والسفينة ناقلة حاويات تبحر تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على نقل أسلحة وذخائر أمريكية لصالح الجيش الأمريكي وفق تقارير إعلامية. ولم يوضح المتحدث في تصريحه حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، لكنه اكتفى بالتأكيد على علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية التي تديرها البحرية البريطانية أكدت في وقت سابق تعرض السفينة لهجوم على بعد نحو 180 ميلا بحريا، أي 330 كيلومتر شرق ميناء نشطون في محافظة المهرة عند الساحل الشرقي لليمن. ومع أن السفينة واحدة من عدة سفن تمت إصابتها في نطاق المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني، والتي تشمل المحيط الهندي وبحر العرب وصولا إلى المتوسط، إلا أنها تعد الثانية التي يتم استهدافها عند هذه المسافة البعيدة من البر اليمني، ما يشير إلى أن استهدافها تم بصاروخ جديد. وكانت السفينة التي أبحرت عبر رأس الرجاء الصالح أغلقت أجهزة الرادار قبل دخولها المحيط الهندي، حيث يظهر موقع فيسال فايندر البريطاني المتخصص بتتبع السفن آخر موقع للسفينة قبل 5 أيام من دخولها المحيط الهندي قبالة السواحل التنزانية. وموقع السفينة وحمولتها يعكسان تطورا في قدرات اليمنية عسكريا واستخباراتيا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.